يوم تنتهي أقوى سنة في مسيرتي حتى الآن. السلام عليكم. قبل كل شيء الحمد لله دائما وابدا، وشكرا لكم على كل شيء، وشكرا لكل اللي سالوا وتفاعلوا على الانستغرام، واللي لسه مش متابعني على الانستغرام ايش بتسوي؟ فاتك كتير، تعالوا تابعني على الانستغرام، خلينا نتعرف على بعض عن قرب. 2021 كانت اقوى سنوات حياتي واصعبها على الاطلاق. تركت وظيفتي وحطيت كل اللي عندي من جهد ووقت ومال للهدف الجاي والمرحلة الجاية، والحمد لله خلال هاي السنة حققت نجاحات كبيرة جدا وإنجازات ضخمة، وتعاونت واشتغلت مع أقوى الشركات والأسماء العالمية، وتعرفت على شخصيات وكسبت صداقات رائعة جدا. فالحمد لله قطفنا ثمار ما زرعناه، والقادم خرافي. وشكرا لكل اللي ساعدني وساندني بأي شكل من الأشكال، على رأسهم أمي وأبوي، تاج راسي وإخوتي وخواتي، وأخص بالذكر أخوي أحمد زوجتي الحبيبة، وأصحابي وكل اللي دعمني خلال هذا العام الصعب والمليء بالأحداث. نبدأ بالأسئلة. بصراحة كمية الأسئلة اللي بتخص كرة القدم طغت، ولكن للأسف ما حقدر أجاوب إلا على جزء بسيط، والباقي محتاج حلقات وشرح مفصل وتصوير، ولكن اللي حسويه إني حاخد جزء من هاي الأسئلة وأجاوبها، والجزء الأكبر حيكون من الأسئلة العامة والشخصية. السؤال الأول، هسا ليش مثلا دول أوروبا عندهم لاعبين قويين بيفرقوا كثير عن دول آسيا، مع أنه دول آسيا عندهم كل الإمكانيات تقريبا؟ والله شوف، هو برأيي الشخصي بترجع لأكثر من شغلة وأكثر من سبب. أول سبب اللي هو اهتمام الدول هاي بالرياضة، اهتمامهم بكرة القدم بشكل كبير جدا، هذا سبب. السبب الثاني الثقافة اللي موجودة عندهم. الثقافة السائدة عندنا أنه لازم تدرس وتصير مهندس أو طيار أو دكتور، لكن تيجي تحكي لهم لاعب كرة قدم. والشغلة الأخيرة برأيي هو استقرار هاي الدول نوعا ما. دييغو صديقي من البرازيل بيسأل، وبيسأل باللغة العربية بالمناسبة، من هو لاعب كرة القدم المفضل لديك؟ تييري هنري بلا شك، عشقي من وانا صغير، بس الله يسامحه بلانا بحب الأرسنال وبعدين راح وتركنا. كيف أبدأ بالفريستايل؟ كيف أصير مهاري بشكل لا يصدق مثلك؟ يعني ما حتتخيل بدايتي بالفريستايل كيف كانت. بدايتي بالفريستايل كانت بسيطة جدا، حركات عادية بيعملوها أغلب اللاعبين وأغلب الناس. تطور الموضوع أني صرت أحاول أقلد حركات أصعب شوي، تطور الموضوع لحد ما صرت أبتكر وأخترع حركات وتركيبات جديدة بالفريستايل. ولكن أهم عاملين في موضوع الفريستايل والصبر والاستمرارية. محتاج يكون عندك صبر رهيب، قابلية لأنك أنت تتدرب على الحركة الواحدة، كنت تتدرب عليها في بعض الأحيان 500 600 700 مرة في اليوم الواحد عشان أتقن حركة واحدة، ولكن الموضوع بيستاهل، فتوكل على الله وابدأ. والله صراحة ما في شيء بيجي بسرعة، ولكن الإشي الوحيد اللي ممكن يسهل عليك هو فهمك الصحيح للتكنيك. إحنا كانت تاخذ منا ساعات عشان نفهم طريقة عمل الحركة، الآن أنا بشرح لك طريقة أداء الحركة فبختصر عليك المشوار، أما الباقي كله عليك. أنت من وين؟ أنا من فلسطين ومولود ومقيم في قطر. ليش ما عم تنزل مقاطع وليش غبت؟ والله يشوف اللي متابع انستغرامي بيعرف ليش غبت باختصار شديد. من قبل كأس العرب بحوالي شهرين 3 شهور وأنا قاعد بحضر وبعمل وبسوي وبصور وبنعمل كتير أشياء وترتيبات لكأس العرب. فكأس العرب تقريبا أخذ حوالي 5 شهور من وقتي من الفترة الماضية، فبلا شك هو أكثر شيء أبعدني عنكم. شو هي الطريقة لقوي فيها تسديداتي لو أني ضعيف في التسديد؟ والله يشوف موضوع قوة التسديد بيلعب فيه أكثر من عامل. قوة وحجم العضلة، عضلة الرجلين، والشغلة الثانية واللي كل بغفل عنها هي المرونة. لابد أن يكون عندك flexibility أو مرونة، بحيث أنه لما ترجع رجلك ترجع أكبر قدر ممكن، ولما تقدم رجلك وتروح مع الكرة تروح أكبر قدر ممكن. واحد العوامل المهمة برضو هي التكنيك. إتقانك للتكنيك مهم جدا. إذا كان التكنيك غلط حتى لو كانت عندك أقوى عضلة التسديدة حتكون ضعيفة. كيف وصلت لهذا الإنجاز؟ السؤال هذا من عز درغام صاحبي، أكيد بفضل تعليماتك يا عز. وبالمناسبة عز هو مخرج أول برنامج أو أول عمل يوتيوبي أشتغل عليه في حياتي، اشتغلت عليه أنا وياه ومحمد عدنان ومجموعة من الناس اللي كل واحد ما شاء الله عليه أبدع في مجاله. فكيف وصلت لهذا الإنجاز؟ باختصار شديد بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم العمل والتناحة. كل الفلسطين عندهم موضوع التناحة، فهي فعلا تناحة ويباسة راس. بعدين كل ما اشتغلت أكثر وبذلت مجهود أكبر تبدأ تجيك فرص، وشطارهم في اقتناص هاي الفرص وتحويلها لنجاحات. فأنا بالنسبة لي
شفت انه في فرصة كبيرة جدا وعندي الامكانيات والمهارات والادوات المطلوبة، بذلت كل ما بوسعي. فهو توفيق من ربنا وجهد وتعب واقتناص فرص. عرفكوا على اولادي حموز، حمزة، 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 تاخذ حلاوة تعطيني كرة؟ كرة؟ كرة ولا حلاوة؟ كرة ولا حلاوة؟ كرة؟ اكيد. وين نصائح الخميس؟ وين بتشوف نفسك بعد 3 سنوات؟ هذا سؤال اتش ار، صعب احكي لكم كل شيء، ولكن بلا شك في مكان ابدا ما بتتخيلوا، ولكن الخطه مرسومه وقائمه. ما هو افضل تمرين لرفع المستوى البدني؟ والله انا بالانستغرام والتيك توك بالذات بحط لكم كثير تمارين، فاللي مش متابع الانستغرام والتيك توك يراجع نفسه. ميسي او رونالدو، ومين تشجع من الانديه الاوروبيه؟ اول شيء مين تشجع من الانديه الاوروبيه؟ ارسنال. مش عارف صدمتكم ولا حزنتكم ولا بكيتكم. اما ميسي او رونالدو فهي قصة تطول، ولكن انا جاوبت على هذا السؤال قبل هيك. بالنسبة لي ميسي هو لاعب ممتع، انا بحب هذا النوع من اللاعبين، ولكن كمثال للاعب الناجح اللي بيصنع من نفسه لاعب بلا شك رونالدو. ميسي اجى جاهز، رونالدو نحت الصخر عشان يصنع من نفسه لاعب. واللي ما شاف الحلقات، في عندي حلقة عن ميسي وفي عندي حلقة عن رونالدو بتلخص هذا الموضوع. واحنا محظوظين بشكل غير طبيعي انه احنا بنعيش في جيل ميسي ورونالدو فعلا. تاني كورة اول، تاني كورة اول. تاخذ كمان واحدة، تاخذ تنتين حلاوتين، تعطيني كورة؟ اعطيني كورة. ما بدك؟ حلوتين؟ لا لا لا. تمركز المثالي والرؤية المثالية في وسط الميدان، والله برأيي هو من أحد أهم عوامل نجاح لاعب خط الوسط هي الرؤية. لاعب خط الوسط لازم يكون شايف كل شيء يمينه ويساره وراه وقدامه، والموضوع هذا برضو تكلمت عنه في الانستغرام وفي التيك توك كمان، فارجعوا شوفوا الفيديوهات. هل تفكر في القدوم إلى الجزائر؟ يا الجزائر، للي ما بيعرف جمهور الجزائر هو الجمهور رقم واحد عندي على اليوتيوب وعلى التيك توك، فبلا شك هلتقيكم إن شاء الله في بلد المليون شهيد في الفترة الجاية. هل لعبت في أندية أو جالك عروض من أندية؟ لا صراحة، النادي الوحيد اللي لعبت فيه هو نادي الغرافة، دخلت يوم واحد تقريبا أو يومين، تمرنت معاهم ما عجبني الموضوع فطلعت من النادي وما رجعنا له مرة تانية. هل هو صح؟ هل هو غلط؟ ما كان في حدا جنبنا يوجهنا بشكل صحيح. ليش ما احترفت كرة القدم؟ زي ما حكيت لكم قبل شوي، ما بتعرف الخير وين، ولكن أهم شيء انك تبذل كل اللي عندك، كل مجهودك عشان توصل لهدفك. وانا بصراحة حبيت كرة الشوارع ومهارات كرة القدم والفري ستايل، ودخلت فيها من اوسع ابوابها ونجحت فيها ووصلت لبطولات عالمية، والان هي مصدر رزقي الاساسي. فانا متأكد انه ربنا كتب لي الخير والحمد لله. ممكن بالمستقبل تدرس مدرب لكرة القدم؟ قصدك اصير مدرب؟ والله صراحة انا دربت كتير ناس، ولكن كنت ادربهم في جوانب معينة، وبصراحة لقيت انه عندي طولة بال على هذا الموضوع. فيمكن انت تمنتج المقاطع ولا توديهن لواحد يمنتجهن. والله انا بعمل كل شغلي من الالف الى الياء بنفسي، اعداد، تصوير، مونتاج، اخراج، اضاءه، كل شيء من الالف للياء انا بسويه. ارفع لياقتي اول او اتحكم بالكره؟ لا، تتحكم بالكره اول شيء، تتقن الاساسيات وهو اهم شيء في كره القدم، بعدها بتشتغل على اللياقه، على المهاره، على كل شيء. اهميه عمل التمارين الاحمائيه قبل المباراه، هذا لاني اجريت عمليه جراح للرباط الصليبي، الف سلام عليك اول شيء. ثاني شيء، تمارين الاحمائيه كثير منا بنهملها قبل المباراه وبعد المباراه، وهو انا شخصيا بشوفه من الامور الضروريه جدا 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 لاي لاعب كره قدم. لازم تعتني بجسمك عشان يعطيك افضل اداء ممكن خلال المباراه، ويضلوا بعد المباراه بافضل شكل وحاله. الافضل اسجل ابني اكاديميه ولا نادي؟ واي عمر مناسب للتسجيل؟ اريد نصيحه من القلب. هذا الموضوع بالذات انا قبل اسبوع او اسبوعين جاوبتكم عليه. برايي الشخصي افضل عمر ما بعد 5 سنوات او 6 سنوات وفوق، قبل ال6 سنوات او 5 سنوات حرام صراحه تدخلوا لا نادي ولا اكاديميه. اما بالنسبه للفرق ما بين الاكاديميه والنادي، برايي الشخصي احسن شيء تعمله في البدايه يدخل اكاديميه، تعلم الاساسيات ويركزوا عليه، بعدين يروح على الأندية. أما إنك مرة واحدة تودي نادي، هل بدك ابنك يكون لاعب كرة قدم؟ والله يشوف، هذا الموضوع بحب أتكلم فيه وبحب أني أنا أناقش هذا الموضوع مع كثير ناس. كثير ناس بالنسبة لها بتلزم أولادها بأنه يلعبوا رياضة معينة بس لأن هم بيحبوها، سواء كانت كرة القدم ولا الطائرة ولا التايكوندو ولا غيره. أنا برأيي الشخصي ابني بحب أعلمه كل شيء، أخليه يجرب كل شيء، يمارس كل شيء، والإشي اللي بلاقي فيه شغف بحس أنه عنده إمكانية وعنده المهارة وعنده الجلد بدعمه فيه، لكن ما بلزمه أنه يكون لاعب كرة قدم. بس ترقبوهم. خالد وحمزة،
جينا للسؤال الأخير وأكثر سؤال سألته بلا منازع، وهو أقصى عمر لاحتراف كرة القدم للي عمره 16 و17 و18 سنة أو 20 سنة وحاب أنه يحترف كرة القدم، هل الموضوع تأخر كتير؟ هل في فرصة؟ الكل بيسأل نفس السؤال. كنت ببحث في الموضوع بعد ما شفت أسئلتكم عن لاعبين احترفوا في هذا السن، فلقيت أنه في لاعبين زي بول بوغبا وميروسلاف كلوزا وأسماء كبيرة احترفت في سن متأخرة 19 و20 وأكثر من هيك كمان. استغربت كمان أنه في لاعب اسمه هيلتون سانتوس كان موجود في الستينات في البرازيل، جيل بيليه تقريبا في الخمسينات والستينات. هذا اللاعب كان بيلعب في الشارع وعمره 23 سنة، شافه واحد وصله لنادي محلي موجود في البرازيل وفعلا تطور مستواه وانتقل لأندية أكبر إلى أن وصل لكأس العالم وشارك مع منتخب البرازيل وفاز في كأسين عالم. بدأ مسيرته بعد 23 سنة، فلا تستسلم وتفكر أن الموضوع خلص راح. بلا شك برأيي الشخصي أنه الفرص بتقل مع زيادة العمر، لما يكون عمرك 10 و11 سنة بيكون عندك فرصة كبيرة، تبدأ تقل 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 لا 18 19 20 21 22، ولكن ما زال في معك فرصة ومجال أنك أنت توصل. أهم شيء أوعك تيأس وإبذل كل ما في وسعك لأنك توصل لهدفك، أما لو بدأت تحط عوائق عمرك ما حتوصل. والآن احنا عايشين في عصر التكنولوجيا، عصر الإعلام والسوشيال ميديا، قادر انك تصور وتحط أدائك ومهاراتك وإبداعاتك تخلي العالم كلياته يشوفها، ولكن أهم شيء تعمل بكل أسباب الدنيا وخلي الباقي على ربنا. وإذا ما مشيت معك كرة القدم والاحتراف في نادي معين فيمكن ربنا كاتب لك الخير في مكان تاني. وهذا كل شيء لليوم ولسنة 2021. أتمنى 2022 تكون سنة خير علينا وعليكم جميعا، توصلوا لأهدافكم وتتخطوا طموحاتكم، ونشوفكم إن شاء الله في أعلى المراتب. احكوا لي في خانة التعليقات إيش أهدافكم لسنة 2022، وين حابين توصلوا. نلقاكم على خير والسلام عليكم.